زكاة الفطر ولا المنتنئ تاع الفطر مالك اسرت تنقيت اوزون منك غلي النقص هنقيسي نقص مانيك اسرت شمت افولكي الفرحت القلوب الفقراء المساكين باش تنتنس العيد تفرح. إن ابن عباس فلسل ربي تبارك وتعالى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكانت زكاة الفطر هن توجب في كتا مسلم فوق يونس ولا واللي في تنفق زند تنبارت نسترونس يغي يغي الله ما يشتغصن انت ولا تروانس وقسي دي الشرط اي تفكر النصاب غلمل. وكان القادر اللي قسي لان اتزل زكاة الفطر كريغاتيان افلاسك ومسلم الصاع من الحبوب دغاليش التنميد ما يقان الصاع يقات كوزوراون كوزوراون وراون وريم قرن بهرة ولا الدخيم الزي اي وراو متوسطة مشهدي. وكان زند ايك في اي فملا زند تيني ولا الرز ولا العدس ولا اللوبيا ولا متلوس. هاني ابن عمر فلسن ندور ربي تبارك وتعالى ان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ومن شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وكان هن يفول كبيرات ما استيؤدى يغتور فور مدن استظلت للعيد ما نكف لك تقوجي با تروح تفوقت نغس لي كل قرن رمضان. ولكن الوقت لي كله يسيفو الكين استيف بنادم يغتا يغتاو يغرفتو يغتاو للظل الامام تظلت العيد يعني وصلت لكم تظلت العيد ديك صباح العيد وصلت لكم تظلت العيد لقتني كان لقت نسي فولكين ورقيس باس استسفغ بنادم يبقى العيد يا وس ثلاثي وسن يعني ضيد التام ديال 20 يعني التام ضيد 20 ديال التام استسفغ بنادم ورقيس باس. وكان أولي فولكي أولي جوز أستيج بنادم هاكي غي الظل العيد ونبتلي السفغن أسل العيد أتي درس الإتم أتي عصار ربي تبارك وتعالى أبلا غداش لك العذر يجب في الله أستيقضو أستيديرار. وكان بنادم أي حول إما إسربي أستيكف عن طيبي نفس إسردو سرسة يعني نفسنس يسفوغ تيد غلما لنس لي فولكين باش اساس يسعد ربي تبارك وتعالى تقاس صدقة ان شاء الله يوم القيامة.